حالات إنفلونزا H1N1 في لبنان ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة، كذلك ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا العناية الفائقة وفق ما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها، لكن مقارنة بالعام الماضي لم تسجل زيادة في نسبة الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا. في إصابات قوية أكثر شيء كان بالأطراف بشمال وبالجنوب، الإصابات بقلب بيروت وجبل لبنان موجودة ولكن بعدد أقل، ولكن الإصابات موجودة بكل المستشفيات، يعني ما بذكر في مستشفى إلا ما استقبلت إصابة وصار فيهم حالة وفيات ما تعدت 10 حالات بكل لبنان. ما من داع للهلع يقول الأطباء. صرنا نعرف الأشياء أنه العلاج تبعه مثل كل الفيروسات الجريبي اللي بتجي على البلد. أكيد السنة الملفت للنظر أنه الإصابات مش عند الأطفال. عوارض الأشياء مثل عوارض أي جريب، اللي هي ذاتها من كل عدوى بتصير بواسطة الجريب، يعني بالسعال المباشر، باللمس، بزيارة المرضى اللي عندهم هالفيروس. لكن اللافت هذا العام على الأرجح بسبب التلوث وأزمة النفايات والمحارق المتنقلة هو سنة إصابة الجريب أو الجريب بلبنان إصابته كتير قوية، الناس عم نقع بمشكلة إنه في حرارة، في وجع، في تكسير بالجسم، وعم نوصل لسعال ما عم ينتهي، يعني في عنا مرضى بياخدوا الأدوية وبضل السعال بعدها عم بتجر معهم من شهر لشهر. وتشدد وزارة الصحة على ضرورة مراجعة الطبيب فور ظهور صعوبة في التنفس أو مضاعفات أخرى أو في حال بقيت الحرارة مرتفعة لأكثر من 5 أيام.